السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنكمل جدول الضرب. المرة اللي فاتت كنا واخدين رقم ضرب رقم، النهاردة هناخد 11 في أي رقم، 11 في رقم، في رقمين، في ثلاثة، في أربعة، في أي رقم. نبدأ مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. هاي أول حاجة، 11 في 5. هنا 11 في أي رقم هيساوي الرقم مرتين، يعني هنا مثلا 11 في 5، هنا الخمسة اهي هتبقى 5 وخمسة تانية جنبها يبقوا 5، يعني مثلا 11 في 2 ب22، 11 في 1 ب11، 11 في 3 ب33، هنا 11 في 5 ب55، هنا مثلا 11 في 9 9 وجنبها كمان 9 تانية هيبقوا 90، يعني هيبقوا 99. هنا في هنا 11 في 10. في حاجة تانية في جدول 11، لو اتضرب في اي رقم من دول زي الارقام ديت كده بيبقى جنبها صفار كتير، بيبقى 11، وهنا بنجيب اهوت الصفر بتاع العشرة، وبعدين 11 في 1 ب11، الصفار اللي على الجنب بتتنقل هنا بعددها، وبعدين بنضرب ال 11 في الرقم اللي جنب الصفار، وبعدين بيتحط هنا مثلا 11 في 100، يبقى هنا اول حاجة الصفرين دول هيتحطوا، اللي هما الصفرين دول اتنقلوا هما هنا، بعدين 11 في 1 ب11، 1100. هنا 11 في 1000، هنا 3 اتحطوا هما هنا، وبعدين 11 في 1 ب11. هنا 11 في 2000، 1 2 3 اللي هما الثلاثة دول اللي هما هنا. 11 في 2 ب22، احنا عشان 11 في اي رقم بيساوي الرقم مرتين، فهنا الاثنين هتبقى هي مرتين، 11 في 2 ب22، فدي هتبقى 22000. هنا 11 في 5000 هتبقى هنا 0 0 0 هما عشان دول الثلاثة، بعدين 11 في 5 ب55، 5 هي مرتين. هنا حتى لو اربع ارقام اي رقم بتاع الصفار بيتحط، هنا 11 في 70000، هنا دول اربع صفار هيتحط هما هنا 1 2 3 4، وهنا 11 في 7 ب77 هيبقوا 770000. هنا بقى نرجع تاني هنا 11 في 11، هنا بقى ده كان 11 في رقم دول، هنا بقى 11، هنا 11 في رقمين، دي 11 اهي، ده الرقم اللي بضرب في 11 اللي هو برضه 11، نكتب هنا ال 11 رقم منها هنا ورقم منها هنا، ونسيب مسافة في النص، بعدين 1 زائد 1 هتساوي 2. هنا 11 في 11 ب121، هنا 11 في 12 نجيب برضو نكتب برضو ال 12، هنا هي الاثنين اهي والواحد اهو، ال 12 اهي بس بعاد عن بعض، هنا الواحد زائد الاثنين 3. هنا 11 في 15، هنا 5 وهنا الواحد اهوت كده 15 اهي، بس هما بعاد عن بعض، بعدين 1 زائد 5 هتساوي 6. هنا 11 ضرب 18 هتبقى هي 1 وهنا 8 ما بينهم هما مسافة، بعدين 1 زائد 8 هتساوي 9. هنا بقى 11 في 19، هنا 1 وهنا 9، 1 زائد 9 هتساوي 10، بس هنا مش هينفع تتكتب كده، العشرة مش هينفع تتكتب كده، دي كده غلط، فهتتكتب كده، هنا التسعة هتتكتب اهي، وهنا الواحد اهو، هنا العشرة، هنا لما نيجي نجمعهم على بعض هيطلعوا عشرة، العشرة مش كلها هتتكتب هنا، الصفر هنا والواحد هيتجمع مع الواحد ده، هيبقى 1 زائد 1 اللي موجود ده، يعني الواحد اللي هو بتاع العشرة، بتاع العشرة، زائد الواحد ده هيبقوا همت هيبقوا 2، فدي هتتحول هيت الاثنين هتبقى 209، دي غلط دي صح. هنا 11 في 63، هنا هوت هنا دي التلاتة ودي الستة، بعدين 6 زائد 3 هتساوي 9، ده كده 11 ضرب رقمين. هنا بقى 11 في 3 ارقام، خدنا 11 في رقم و11 في رقمين، دلوقتي هناخد 11 في 3 ارقام. هنا 11 في 105،
هنا بقى في ثلاث ارقام. اول حاجة بنجيب اهو هنا الواحد، الواحد اهو، والخمسة اهي. بعدين واحد زائد صفر هتساوي واحد، وخمسة زائد صفر هتساوي خمسة. هنا هنا 11 في 256، هنجيب برضو هنا الاثنين وهنا الستة. بعدين 2 زائد 5 7، بعدين 6 زائد 5 هتساوي 11. يبقى 11 زي ما عملنا في المرة اللي فاتت، الواحد هيتكتب هنا والواحد التاني هيتزود مع السبعة، فالسبعة هتبقى 8، فيبقى هتبقى كده. هيت اوضح 2816. هنا 11 في 532، الخمسة اهي والاتنين اهي. بعدين 5 زائد 3، هنا احنا اول حاجة بنجيب الرقم الاول بنحطه هنا، والرقم التاني بنحطه هنا. بعدين هنا بنجمع الرقم الاول مع ده وبنكتب هنا، بنكتب جنب الرقم الاول. بعدين بنجمع الرقم الاخير مع الرقم اللي في النص وبنكتبه جنب الرقم الاخير هنا. يعني هنا 5 زائد 3 هتساوي 8، هتتحط اهو جنب الخمسة. بعدين هنا 2 زائد 3 هتساوي 5، فهتتحط جنب الاثنين. هنا 11 في 853، وهنا هوت 8، وهنا 3، وهنا اللي في النص 8 زائد 5. هنجمع اهو، هنا كتبنا الرقم الاول وكتبنا الرقم الاخير. الرقم بقى اللي في النص هما بيبقى 3 ارقام، 11 في 3 ارقام. هنا الرقم الاول اهوت هنا، والرقم الاخير هنا. الرقم بقى اللي في النص 8 زائد 5، وهنا هتبقى 3 زائد 5. فهنا 8 زائد 5 هيجيب اعلى من 10، هتبقى 13. ف ال13 هتتكتب زي ما قلنا المره اللي فاتت، هيبقى واحد اهو هنا والتلاتة هيت هنا. الواحد هيتجمع مع التمانية، وهنا 3 زائد 5 هتبقى 8، فهنا هيتحط 8. وهنا جي المفروض هنا 1 زائد 8 هتبقى 9، فيبقى هنا اهو 3، وهنا 8، وهنا 3، وهنا 9. هنا 11 في 906، هنا اهيت نكتب اهو 9 هنا والستة هنا. بعدين 9 زائد 0 هيساوي برضو 9، 6 زائد 0 هيساوي 6. دي سهلة، لما يبقى في رقم، لما يبقى الرقم اللي في النص صفر في ال 11 في 3 ارقام، لما يبقى في النص صفر الرقم الاخير بيتكرر هنا، والرقم اللي في الاول بيتكرر هنا. هنا بقى 11 في 325، ناخد اهو التلاتة هنا والخمسة هنا. 3 زائد 2 هتساوي 5، وخمسة زائد 2 هتساوي 7. هنا 11 في 453، يبقى الاربعة اهي والتلاتة اهي. بعدين 4 زائد 5 هتساوي 9، و3 زائد 5 هتساوي 8. هنا 11 في 727، يبقى هنا السبعة وهنا السبعة التانية، السبعة دي اهي والسبعة دي اهي. هنا بقى الرقم بقى اللي في النص، يبقى 7 زائد 2 هتبقى 9، وهنا 7 زائد 2 هتبقى 9، 7997. هنا 11 في 604، الستة اهي. هنا زي ما قلت في المرة الاولى، هنا لو ما يبقى في صفر في النص الرقم الاول بيتكرر مرتين، والرقم الاخير بيتكرر مرتين. وهي الستة هي جت هنا، والاربعة جت هنا، وبعدين الستة زائد الصفر هتبقى 6، والاربعة زائد الصفر هتبقى 4. رحت 11 في 3 ارقام، و11 في رقمين، و11 في رقم. هنا 11 في 4 ارقام. هنا اهو الرقم اللي في الاول اهوت هنجيبوه هنا، والرقم اللي في الاخر اهوت هنجيبوه هنا. بعدين الاتنين هتتجمع مع التلاتة اللي جنبها هتبقى 5، وهنا الواحد هيتجمع مع الاربعة هيبقى 5. بعدين التلاتة هتتجمع مع الاربعة، يعني الرقمين اللي في النص هيتجمعوا برضو مع بعض هيبقوا 7. هنا هيبقى هو ادي الاجابة. هنا بقى 11 في 7290،
هتساوي هنا الرقم اللي في الاول اهوت الصفر نجيبه اهوت هنا، والرقم اللي في الاخر 7 نجيبه برضو كده هنا. بعدين 7 زائد 2 هتساوي 9، وصفر زائد 9 هيساوي 9. هنا بقى 2 الرقمين برضو في النص يتجمعوا مع بعض، بعد ما نجمع الاخر مع اللي جنبه والاول مع اللي جنبه هنجمع برضو اللي في النص مع بعض، 2 زائد 9 هتساوي 11. ال11 مش هنكتبها طبعا مع بعض، مش هنكتب طبعا ال11 كلها هنا، هنكتب هنا الواحد والواحد التاني يتجمع هوت كده، نجمعهم مع 9. بعدين لما نيجي نجمعهم مع 9 هننزل هنا 0 و9 و1. هنا بقى 9 زائد 1 هتساوي 10، الصفر هوت بتاع 10، والواحد هيتحط مع 7 هيبقى 8. هنا بقى 11 في 1212 هتبقى هنا، هنجيب الرقم اللي في الاول نحطه هنا، والرقم اللي في الاخر نجيبه هوت هنا. بعدين 1 زائد 2 هتساوي 3، و2 زائد 1 هتساوي 3، و2 زائد 1 هتساوي 3. بكده نكون انتهينا من شرح جدول 11، واستنوني ان شاء الله في الفيديو الجاي، هيبقى عن اي رقم في اي رقم، قصدي اي رقمين في اي رقمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.